السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن. احنا تقريبا في الدروس اللي فاتت وصلنا لحد ما نصمم الجزئية دي بالشكل ده. هنبدأ النهاردة نصمم الهايبر لينك خاص بالموقع. هندوس كنترول اتش عشان نظهر الجريد اللي هي الخطوط اللبنة دي عشان نشتغل بيها. وبعدين هنبدأ نختار راوند ريكتانجل تول او ريكتانجل تول، مش هيفرق معانا. ممكن نختار ستايل جاهز، ممكن تعمله انت بيدك، بس يعني عشان وقت الدرس هنستخدم ستايل جاهز. خلاص ستايل يكون فيه لون ابيض بالشكل ده. اوكي ادي الستايل بتاعنا. اوكي اول حاجة هنكتب هنا ايه، نكتب هنا مثلا الرئيسية. اوكي ونبدأ نحطها كده بالشكل ده. ندوس انتر، نقول مثلا المبتدأ انتر مركز الرياض مثلا. الموديل هنا المبتديات الرئيسية، اي كمية من الفقرات عايزة اتصل بنا. المهم هندوس كنترول ايه عشان نعمل سيلكت للتكست ده كله، ونعلم على الفونت اللي احنا عايزينه، ونبدأ من هنا نروح للقائمة ويندوز ونختار القائمة كاركتر برضو، ونبدأ نزود المسافة بين كل سطر والتاني. شايفين بيتقلد، ممكن نزود 30 مثلا، 30 كتير، ممكن 24. 24 كويس. اوكي نبدأ ننزلها تحت كده شوية، نختارها ننزلها تحت شوية بالشكل ده. هنبدأ نختار شيب من هنا كاستم شيب تول، ونبدأ نختار أي سهم من الأسهم دي. السهم ده مثلا نبدأ نزوم بس هنا، نبدأ نرسمه بالشكل ده. هنا مثلا، وبعدين نقول دبل كليك عليه، هنا هيطلع لنا الستايل بتاعه. هنعمله كولر اوفرلاي بس يبقى لونه اسود. اوكي وبعدين نجيب اداة الموف تول، ونبدأ نروح الشكل وندوس عليه، وندوس الت وشيفت، نبدأ نلاقي الشكل بيتعمل لنا منه كوبي وبيقع نفس السطر. الت وشيفت نفس الشكل ده، Alt و Shift، Alt و Shift. Alt و Shift. نزل تحت شوية، Alt و Shift. Alt و Shift. Alt و Shift. Alt و Shift. Alt Shift. نفس الكلام، نفس الكلام، نفس الكلام، نفس الكلام.
اوكي بعدين ندوس على اول لير وننزل تحت خالص ونجيب اخر لير من الشيب وندوس شيفت واحنا بندوس عليه، هنلاقيهم متعلمه كلهم بالشكل ده. هندوس عليهم كنترول جي عشان نعمل لهم جروب ونديهم مثلا اسهم، اسمهم اسهم، نقول له اوكي. وبعدين نبدأ نجرهم كده شوية على الشمال بحيث يبقوا بالشكل ده. وبعدين نجيب اللاير اللي هو تحت ده وندوس عليه كنترول تي، صغر شوية بس عشان يبقى متناسب مع التصميم بتاعنا بالطريقة دي. بعدين هنجيب أداة اللاين تول، نبدأ نرسم لاينز كده أكبر من المربع بتاعنا. نبدأ نرسم لاين أكبر من المربع بتاعنا بالشكل ده. تحتيها اوكي بالشكل ده. بعدين ندوس على اول لير وننزل على اخر لير برضو وادوس شيفت وادوس، هلاقي كل لير تحددت، هدوس على كنترول جي ونسميه فواصل مثلا، فواصل مثلا اوكي. وبعدين هقوم جاي على اللير اللي هو بتاع الاطار ده واقوم جاي على الشيب بتاعه واقوم دايس كنترول وادوس عليه، هنلاقي ان حصل سيلكت على الشيب اللي احنا عملناه ده. وبعدين هروح على الفواصل الجروب بتاع الفواصل واعمل ماسك، اللي حصل لقينا ان كل الزيادات دخلت جوه الماسك بالشكل ده. اوكي احنا بس عايزين نعمل دبليكيت لللاير ده اللي هو الشيب، ونبدأ هنا ندخل شوية تأثيرات، نغير مثلا من الجريديانت، وهنعرف ليه هنغير من جريديان بس في الوقت المناسب يعني. مثلا نخليه لونه اخضر بالشكل ده مثلا، كويس اللون الاخضر اوكي، بس ونخفي الاخضر ده مؤقتا ونخليه بالشكل ده. طبعا عشان بس وقت الدرس ما يبقاش طويل، كفاية كده ونكمل بإذن الله في الدرس الجاي. أتمنى يكون درس النهاردة أعجبكم. مع تحيات عبد العزيز حسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.